ازيكم؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا في اسعد حال واحسن صحه. تنسوش تدعوا طبعا، تنسوش برضو لو انتوا عايزين تستفيدوا او حاسين انتوا ممكن تستفيدوا من الموقع ممكن توصلوا عليه. بص يعني طيب، هنتكلم النهارده في موضوع ايه بقى؟ هنتكلم النهارده في موضوع ان احنا نعرف اذا كان اليوزر اوثنتيكيتد ولا طيب. ولو اليوزر اوثنتيكيتد يبقى في مكان في الكلوجر بتاعي في الداتا بتاعت اليوزر تمام طيب. ولو مش اوثنتيكيتد يبقى المكان ده فاضي تمام طيب. ونعمل فلاج صغير كده يتشيك اذا كان اليوزر اوثنتيكيت ولا لا تمام. طيب تعال نروح هنا للجولاند. طيب اول حاجه انا عملت هنا ايه؟ عملت هنا اوث، سميته هنا موديل يوزر، او ممكن نسمي اليوزر تمام طيب. وهنعمل واحد تاني هنسميه از اوث، او نسميه اوث، وده هيبقى فولس في الاصل. او هنا اقعد فرصه ايه ده، هنقول بوليان، اسف. اوكي طيب، تعال بس نوسع الدنيا بتاعتنا كده شويه عشان ايه نبقى شايفين. طيب فانا حذفت تو حاجتين تمام طيب. اولا اليوزر والاوث. طيب في سؤال مهم بس كنا المفروض نتكلم فيه قبل ما نبدا، هل موضوع الاوثنتيكيت ده انت عايزه يحصل مره واحده على السيستم، ولا هل انت عايزه يحصل كل ما اليوزر يبعت لك ريكوست؟ لا احنا طبعا محتاجينه كل ما اليوزر يبعت ريكوست نعرفه اوثنتيكيت ولا لا تمام. فعشان كده حطه في الكلوجر بتاع الريكوست. لو انا كنت عايزه مره واحده على السيستم كنت احطه في الكلوجر بتاع الاب، زي الراوتنج مثلا. الراوتنج احنا هتحصل مره واحده على السيستم، اللي هو تبيلد الراوتس بتاعتك، فعشان كده احنا حطيناه في الكلوجر بتاع الاب بس، او حطيناه في الحته بتاعت الكلوجر اللي بتحط في الاب. انما هنا لا، احنا محتاجين انه يحصل كل ريكوست نعرف اذا كان اليوزر ده اوثنتيكيت ولا لا. طيب هنيجي هنا بقى تحت خالص، نعمل فانكشن جديده. الفانكشن دي هسميها مثلا ايه؟ اوث ماشي. ودي هتاخد الريكوست بشكل. طيب اول حاجه هتعملها ايه؟ طبعا هي هنا ضربه ايرور لان في فوق اوث تمام، في هنا اوث تمام. طيب ممكن نسمي دي ايث اوث، ايث اوث، ايث اوث. ايث اوث ميك سنس اكتر، لان هو هل انت اوثنتيكيت ولا لا تمام. انما الثانيه اوث اللي هي بتاوثنتيكيتك. المهم هنقول هنا ريك دوت جين عذرا ريك ريك دوت كونتكست، كونتكست ماشي، كونتكست دوت جيت هيدر. هنجيت الهيدر اسمه اوثرايزيشن، اوثرايزيشن بالشكل تمام. طيب اقول هنا مثلا اوث هيدر بالشكل، وهاجي اعمل كونديشن اقول اف ان الاوث هيدر لا يساوي فاضي، لو هو موعود مش فاضي ساعتها اقول هنا ايه بقى؟ ريك دوت دي بي دوت وير، لما يكون التوكن هيساوي كذا، وهنقول له هنا ايه؟ الاوث هيدر. وقول هنا دوت فيرست، روح دور لي في الداتابيز على اول كولوم بيساوي الكلام ده. قول هنا ريك دوت اوث تمام؟ لا يوزر، ريك دوت يوزر تمام؟ هاجي اعمل هنا كونديشن صغير بقى، انا اف ان ريك دوت يوزر دوت اي دي بيساوي يساوي لا يساوي عذرا صفر، يعني هو لقى فعلا في يوزر. هنقول هنا بس ايه؟ الريك دوت اوث يوزر هيساوي ترو مش فولس تمام. otherwise يعني otherwise هنخلي الاوث بالصفر، يعني خلي مثلا ايه، تعال بس كان ايه، نخلي كده كده ريك اوث بيساوي فولس في الاول، لان هو دايما داخل هيبقى نوت ترو تمام. غير كده لو وصل لحد هنا ولقى فعلا داتا هيبقى اوثنتيكيت والدنيا حلوه، او يغير دي لترو يعني. طيب الكلام ده جميل جدا جدا. طيب ممكن بقى نعمل ايه بقى؟ بكل بساطه هناخد الفانكشن دي،
احنا ممكن نحطها هنا يعني، ممكن نشوف لها امبلمنتيشن نحطه هنا، بس هنا مش هيبقى احسن حل في الكلوجر. ليه؟ لان انا حطيتها في الكلوجر هنا معناها ان انا كل مره هنادي الكلوجر هيروح يعمل الريكوست ده الاوثنتيكيت ده، تمام؟ وانا مش في كل الاوضاع هبقى عايز اعرف اليوزر اوثنتيكيت ولا لا، يعني مش في كل الوضع هبقى عايز اعرف اليوزر اوثنتيكيت ولا لا. باي ذا واي احنا نسينا نعمل حاجه صغيره طبعا، هنا لما اروح للموديل اسمه يوزر لازم اعمل التوكن، هاخد دي كده كوبي احطها هنا بيست والله هنا توكن توكن شيب ونخليه مثلا 100 كاركتر. تمام. هنرجع تاني للشغل بتاع ريكوست. تمام، احنا كنا بنتكلم في الحته دي، ليه ما احطش دي تشتغل في الكلوجر على طول هنا؟ تمام، لان في اوقات ممكن ما بقاش محتاج اعرف اليوزر اوثنتيكيت ولا لا، تمام، بس في اوقات ممكن عايز اعرف. تمام، فاحنا هنخليها بالشكل ده. تمام، ولما تيجي في الفانكشن يعني تيجي هنا في الفانكشن يعني مثلا تعال نروح الفانكشن اللي احنا كنا عاملينها في الكنترولر بتاعنا يوزر، هاجي هنا هل انا محتاج هنا اليوزر ابقى اعرف اوثنتيكيت ولا لا؟ اه محتاج، فاقول هنا اوث بالشكل ده. طب بعد كده اعمل تشيك صغير هنا بقى اف ان ال ار دوت اوث او از اوث لو هو مش از اوث اقول هنا ريتيرن اي حاجه بقى، اقول مثلا هنا ار دوت طبعا هو الايرور هنا كله ليه؟ لان احنا مش عاملين دي كلوجر، مش بترجع يعني مثلا الاوث هنا المفروض ترتيرن في الاخر ريتيرن بي ريك. تمام، هنا ريتيرن بالريكوست اوكي، كل ده هيختفي والدنيا تمام. قول هنا ار نوت اوثورايزد بالشكل ده. تمام، فانا هنا ايه لو عايز اعمل حمايه على الاي بي اي ان هي تكون اوثنتيكيت هحط الكام سطر دول، مش عايز هخليها كده عادي يعني، كده هو المفروض كده في الوضع ده عادي اكسس الدنيا مفيش فيش مشكله. اعمل ريفرش تعال روح للاي بي اي ران ما فيش مشكله 15 اه. طيب تعال رجع بقى الكلام ده. تمام، المفروض دلوقتي المفروض يقول لك انت نوت اوثرايزد، اه يو ار نوت اوثرايزد. طبعا هو هنا ايه هو نوت اوثرايزد بس ترجع لك دي ليه؟ لان انت المفروض بعد ما تعمل نوت اوثرايزد هنا تعمل ريتيرن. تعال نشوف كده فريش. طبعا هنبص على الايرور اللي ظاهر هنا بس تعالوا نكمل. بس هيقول لك ان انت يو نوت اوثرايز. يو نوت اوثرايز ليه؟ لان انت ما بعتش اي هيدر اصلا. طيب تعال نروح بقى للداتابيس بتاعتنا نشوف ايه المشكله بتاعت الكويري اللي ظهرت دي. طبعا احنا عشان نشغل الهيدر ده لازم نروح البوست مان، يعني لازم نروح البوست مان دلوقتي. تعال نروح على البوست مان بتاعنا. وتعال نروح نعمل هنا نيو ريكوست وهقول هنا 127.0.0.1 و8080 هقول هنا كرييت داش يوزر. تمام، وهقول هنا بقى في الاوثرايزيشن او في الهيدر هقول هنا اوثرايزيشن، هقول هنا مثلا ايه اي حاجه فاروح هنا يو نوت اوثرايزد برضه. ليه؟ لان انت بعت دي غلط. تمام، طيب تعال روح بس على الداتابيز الفريش بس الاول، هناخد الايميل ده نحطه هنا بالشكل ده، مش محتاجين اليوزر ده دلوقتي اللي هو رقم 2 ده اللي احنا عاملينه. سيف. تمام، تعال روح بقى للاي بي اي بتاعتي، هقول هنا الايميل بتاعي هو الاوثنتيكيشن يوزر. طبعا هنا برضو ضرب، تعال نشوف ليه بقى. المفروض في الكيس دي يشتغل عادي، يعني المفروض في الكيس بتاعت ان هو يعني حاطين الايميل والايميل صح، بس اتاكد ان احنا ماشيين الدنيا صح في الاول بس عشان ما نبقاش بنلخبط. التوكن هو الايميل فعلا. تمام، المفروض لما راح تقارن التوكن بالايميل المفروض الدنيا تشتغل. طيب تعال نبص بص ماشي
هو اصلا هنا ما عملش كويري، يعني هو هنا ما عملش اي كويري مش عارف ليه. اعتقد احنا محتاجين نحط الريفرنس بتاعنا، مش الفاليو يعني، ما نبصيش الفاليو، بعت الريفرنس. تعال نجرب كده. دي بترن ايه؟ دي المفروض تترن ريفرنس ايه كمان؟ تزعل لي بس. تمام، نرن تاني كده ونشوف الدنيا فيها ايه. تعال نروح على البوستمان، سند برضو نوت اثرايز. طيب احنا بس عشان نديبج الدنيا صح، محتاجين هنا نقول هل هو الكويري ده بتعمله ولا لا. تعال نشوف هنا، او ممكن يكون الهيدر اصلا غلط، ممكن يكون الهيدر غلط، احتمال كبير والله، والله تلاقيه هو الغلط. ماشي تعال نشوف كده. مش بقول لكم هو احتمال غلط. طيب تعال نعمل ريفرش نرن تاني. فعلا الدنيا حلوه، راح جاب لي 16 طبعا، 17. تعال بقى نحط مثلا هنا، هنا اي حاجه غلط يا معلم انت شايفها تخش. طيب ده كان بالنسبه للحته بتاعت الايه، ان انت تعمل اوثرايز يوزر. صح، فانت ممكن في اي لحظه، في اي لحظه، في اي اف اي بكل سهوله جدا جدا تعرف اذا كنت انت اوث ولا لا. تمام، ممكن على فكره تعمل حاجات تانية، يعني مثلا ممكن هنا في ال اسمه ايه ده، في اليوزر مثلا، ممكن تعمل هنا مثلا جروب اي دي مثلا، جروب جروب مثلا. تمام، وهنا تبقى دي جروب، و 20 مثلا. تمام، ونعمل كنترول ار عشان ريلود. على فكره هو مجرد ما عملنا كنترول ار هو راح عمل مايجريت، يعني هتلاقي في جروب اتحط في الداتابيز ده، لان احنا عاملين اوتو مايجريت. يعني بصوا هتلاقي في جروب اتحط فعلا. تمام، طيب تعال بس كده نشيل دي كده، نشيل دول كده ونخلي ده مثلا ده ادمن مثلا، يعني الجروب بتاع ده ادمن. تمام، وهنيجي هنا مثلا للجزء ده. تمام، الكلوجر هنا نحط فوق مثلا، هنا نحط بولين تاني، هو هنا is admin، هنا هنا pool. تمام، بحيث ان انا ابقى عارف اليوزر ده ادمن ولا لا على طول يعني. تمام، طيب مجرد ما اوثنتيكيت برضو هاجي هنا اعمل، هقول له برضو هنا في الاول ان ال الريك از ادمن ايكوال فولس. تمام، بعد كده اقول له هنا ايه، ناخد دي كده كوبي نحطها بيست، وهنا يوزر دوت جروب ايكوال ايكوال ادمن. تمام، ممكن تالي ماشي، خليها كده دلوقتي. بنقول هنا ال is admin، is admin بالشكل ده. فأنا هنا ممكن بكل بساطة أجي هنا على ال الأبلكيشن بتاعي وأقول هنا أوث برضه. تمام، وبعد كده أجي أتشيك is admin، is admin. تمام، فـ is admin دي يعني إن هو إذا كان admin ولا لأ. تمام، لو مش admin يعني، لو ده مش admin هيقول not authorized. تعال نجرب كده، فالمفروض هو يأثرايز ده عادي، يعني هنشيل بس الدي اللي حطيناها دي، ان دي اللي كانت المشكله فيها، نشيلها كده واقول له سند، فدخل فعلا عادي. تمام، طيب لو غيرنا ادمن خلاه مثلا يوزر اي حاجه،
وسيف هنا. تعال نسند. طبعا هيشتمك يقول لك ان انت مش انت اثرايز لان انت مش ادمن خلاص. تمام. طيب باي ذا واي بقى عشان برضه نبقى الدنيا تمام. المفروض هنا في ال هنا هو الكونديشن لازم يكون متعلق بحاجتين. متعلق اول حاجه ان انت اوثنتيكيت تمام وان انت ادمن. يعني المفروض ده كده ناخد الكونديشن ده نحطه جوه الايه الحته دي. ليه؟ لان هو انت لازم تكون اوثنتيكيت الاول وبعد كده لازم تكون ادمن. تمام. فانت في الاصل لما تخش هتبقى الادمن بصفر خلاص صفر فولس ولا ايه. تمام. لو انت اوثنتيكيت هيبدا يتشيك هل انت ادمن ولا مش ادمن. لو انت ادمن هيديك ان انت ترو ادمن. لو مش ادمن خلاص مش هيبص لك اصلا. تمام. لو انت مش اوثنتيكيت مش هيبص لك في الاساس بقى ولا انت ادمن ولا اي حاجه. تمام. فدي برضه عشان ايه تبقوا فاهمين النقطه دي. طيب طيب ده كان بالنسبه لدرس النهارده. فاحنا كده ممكن اي بقى اي بي اي نشغلها. يعني ممكن اشيل بقى الاوثنتيكيت خالص ما ولا ادور على ادمن ولا مش ادمن. اي حد يعرف ياكسس الاي بي اي دي عادي جدا عن طريق ان انا اشيل بقى الحتتين اللي عملتهم دول. لو جيت انا عملت له هنا سند المفروض يشتغل عادي. احنا ما اشتغلش عشان احنا ما عملناش ران. نعمل ريران تاني اهو. طالما شلت اذ اوث او اوث خلاص كده انت خش يا معلم ولا يشغلك اي حاجه. وحتى لو كاتب هنا ايه أو ولا دموع. ليه؟ لان انت شلت الحمايه بتاعت القصه دي. تمام. طيب ده كان بالنسبه للحته بتاعت الايه ان احنا نسيف في الـ في الـ في الكلوجر بتاعي البيانات بتاعت اليوزر ونسيف. على فكره انت هنا بقى ممكن يعني هنا ممكن لما تجيب اليوزر تستخدمه بعد كده وده اللي هنشوفه ممكن في كيسز تانيه ان شاء الله. اشوفكم الدرس الجاي. سلام.